أعزائي متابعين موقع بوابة ضوء الهلال، اليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر لعام 2022 أجازة رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المدارس الدولية والتي دخلت هذا الأسبوع. كل هذا بالتالي بينعكس على الشارع المصري. الحمد لله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأونيش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى نشر الأكمنة الثابتة المتحركة في مداخل ومخارج الأنفاق وكذلك مطالع ومنازل الكباري. هذا بالإضافة إلى نشر الأكمنة الثابتة المتحركة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية للتأكد من التزام قائدي السيارات بالسرعة المحددة. معلوم ان احنا في اجازه نهايه الاسبوع، وتوجه الساده المواطنين الى المحافظات الاخرى موطنهم الاصلي وكذلك الى المدن الساحليه لقضاء اجازه نهايه الاسبوع. لذلك قامت الاداره العامه للمرور بتعزيز الخدمات المروريه بمحاور وميادين والطرق الرئيسيه على الطرق الصحراويه وعلى الطرق الزراعيه. هذا بالإضافة إلى نشر مجموعات الدرجات البخارية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي، وذلك لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي عوائق مرورية قد تحدث، سواء بالنسبة لكثافات مرورية، سواء في مناطق الأعمال، أو لا قدر الله أي حادث مروري أو أعطال مرورية قد تؤثر تأثير مباشر على الحركة المدنية لخطوط سير السيارات. الحمد لله أيضا تم توزيع خدمات مرورية مكثفة على المنشآت الهامة والسياحية والمولات والكافيتريات التي يتردد عليها المواطنين وكذلك الجوامع الرئيسية، وذلك لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع والتعامل مع أي أخطاء مرورية قد تحدث قد تسبب كثافات مرورية أو حوادث مرورية أو تعيق الحركة المرورية. هذا بالإضافة إلى تعزيز الخدمات بمناطق الأعمال الموجودة معلومة للجميع، سواء بالنسبة للخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، أو بالنسبة للقطار المنوري لبدائية محافظة القاهرة وقطار المنوري لبدائية محافظة الجيزة، أيضا بالنسبة لأعمال التوسعات والتطوير التي تحدث في بعض المحاور والميادين والمعلومة للجميع والتي يتم نشر فيها خدمات مرورية وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية. أبرز ما لدينا اليوم خلق نفق القطامية لعين السخنة، وذلك بمناسبة أعمال توسيع وتطوير محور 50، وهذا الغلق سوف يستمر لمدة 4 أشهر مع تحويل حركة السيارات إلى المسطح العلوي اتجاه أعلى الدائري حتى نخفف الضغط المروري على نفق القطامية لعين السخنة الذي يشهد حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة. هذا بالإضافة أيضا إلى غلق مطلع كوبري المشير طنطاوي المتجه إلى دائرة القاهرة الجديدة، وذلك بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة الموجودة بنفس الموقع وأعمال الصيانة الخاصة بقطار المنوريل. الحمد لله منذ الصباح الباكر لا توجد أي حوادث مرورية لا تأثير مباشر على الحركة المدنية، السيارات شبه فضادة نظرا لليوم أجازة رسمية، لكننا دائما نشد السادة قائدي السيارات والمشاة أيضا وخاصة في المناطق التجارية الالتزام بقواعد وآداب المرور، عدم الوقوف الممنوع، عدم الانتصار الخاطئ، احترام ومتابعة الإشارة الضوئية سواء بالنسبة للسيارات والمشاة حتى تكون رحلة سعيدة للمصريين، وإن شاء الله إجازة سعيدة للمصريين.